هذا يقول القطن بيتكلم مصري، هذه قطنيه، هذه من افضل الشركات انتاج القطن بمصر. يوم شفته والله ما جاب بالي اللي انت كنت تجيب لكم حاجه ملمسه ناعم وحاجه حلوه. اسلم. لا خالف يروح مصر جاب لنا هدايا سروا. هذا لا يروح مصر، لا يروح خلاص. عاد ما جاب هديه الا سروال. ليه ما معنا سراويل حنا؟ والله شافك يقول مصلح حنا. عيال ما هو مثل ما تتصورون، ترى شيء مريح وانسيابيه ونظيف وبارد. ما جربتوه انت؟ يا خالص سراويل عاد من مسك ندي لك سراويل والله العظيم. ما ادري وين قلبك وعقلك لما تتنجح على سراويل وسط الطيارات وسط العالم. والله انا ما صارت، والله ما صار. لا تشخصنا انت. ايه ابو صالح لا غالي، لا ما جبت لي لقطاقيه طربوش بوجه هاشته سروال الشبيب. ايه ابو صالح المشكله جاب سروال واحد وليته طويل قصير يا سخن. تخيلت هالحين وبغيت تنجح. ليش تخيل اني ناشر من الدولة وبيجيب لي هدايا وكذا سراوي. والله انه ما صارت يصير.